عندي حالة كف بصر، ولكن ما وقفت عائق قدامي في العمل بالمجتمع المدني. تفضل يا مختار. سيد ابو حسن. تفضل حبيبي. طول عمرك. اهلا وسهلا. مرحبا واضح. اهلا وسهلا. انا اسمي علي عبد الحليم شعيتاني، من جنوب لبنان، من مدينة النبطية. سنة 1998 ببيع القهوة اللي هي الإسبريسو بكيوسك خشب. جبت مطحنة هلا بدي افرطها وعيرها، وتاخذ صندوقها انت كفي قراره. هيدي بطبيعة عملي انا، العطاء كل يوم بده يكون عندي، مش كل شهر وكل سنة، كل يوم في عطاءات للغير، وهيك ربك ببارك وبيبعث الرزق اكبر. أشخاص مثلا بيشتغلوا بحرف صعب كتير، ليست سهلة على الناس العامة. حرام تجي أنت تعطيهم هذا اللقب اللا إنساني والغير مدروس. نحن بالنسبة لنا بنتقبل، ولكن لما بيجينا شخص بيقول علينا معاقين بنشوف طريقة شغلنا، بيثبت لنفسه إنه هو المعاق. لا تقعدوا متفرجين على الحياة، الحياة ما بتنطر حدا. كونوا انتوا سابقينا، كونوا انتوا اقوى منا. بالعزم والإرادة كل شيء يتحقق.